من الخرطوم مراسلتنا رشا رشيد. رشا، حديث كثيرة تخرج الآن، البعض بعض الأخبار قالت سيد حمدوك وافق على العودة في منصبه شريطة الإفراج عن المعتقلين، بعض الأنباء قالت عكس ذلك، يعني في هناك تخبط حقيقة في البيانات عن الرجل، ما الذي يحدث باعتقادك هنا؟ نعم ماجد، ربما حالة الغموض التي تسود الاجتماعات والوساطات هي التي أفضت للجميع بمحاولة الاستنتاج أو التكهنات بما يحدث من وساطات، فكل يحاول إيجاد أي مصدر أو أي معلومة توصله إلى حقيقة الأمر أو إذا إلى حقيقة الوساطات وما وصلت إليه. فكانت هناك قناعات وتسريبات منذ الأمس بموافقة الدكتور عبد الله حمدوك على رئاسة مجلس الوزراء أيضا وب تنازله عن الشروط، وهذا ما نفاه بيان الناطق مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم وقبل أقل من نصف ساعة، حيث أكد تمسك دكتور عبد الله حمدوك بإخراج بشروطه السابقة وهي خروج المعتقلين الوزراء من المعتقلات وأيضا برجوع أو عودة كل الوزارات السيادية أو الدستورية إلى عملها لما قبل 25 من أكتوبر. هذه الشروط وضعها دكتور عبد الله حمدوك من قبل، ولكن تحدث المفاوضات حتى من قبل الطرف الآخر من الوساطات بالداخل، سواء كانت من فولكر المبعوث الأممي أو من المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي وأيضا من وفد دولة جنوب السودان، وساطات أيضا دستورية ومن قبل القوى السياسية في السودان لتقريب وجهات النظر من قبل هذه المطالب المرتفعة من كل الأطراف. أيضا القائد العام للقوات المسلحة تمسك فريق ركن أول عبد الفتاح البرهان الذي تمسك بضرورة أن تكون هذه الحكومة هي التكنوقراط وأيضا كل وزير من كل ولاية وأيضا محاسبة المعتقلين إذا كان هناك توجيه لتهم جنائية للمعتقلين، وبالمقابل إذا لم توجه لهم أي تهم جنائية يستطيعون الخروج وأيضا ممارسة عملهم السياسي بكل حرية. هذه المطالب المرتفعة من قبل الطرفين جعلت الوساطات تنشط الدولية والإقليمية وأيضا المحلية في تقريب وجهات النظر ومحاولة لنزع فتيل الأزمة في السودان في ظل هذا الغموض السياسي الذي يسود في الشكل العام وأيضا من قبل المواطنين الذين لا يعلمون حقيقة هذه الوساطات ونتائج هذه الوساطات المستمرة. من الخرطوم مراسلتنا رشا رشيد، شكرا لك.